الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة معانا دلوقتي اللي هي كومبينيشن سيركتس ديزاين اند سيميوليشن. في المسألة دي هو مديك التراس تيبل زي اللي قدامك ده، وطالب منك ان انت تجيب في مرة سم برودكت وبره برودكت اوف سم، وتختصرهم عن طريق الكي ماب، وبعدين ترسمهم على اللوجيك فورك. في البداية عشان تجيب السم برودكت انت بتجيب كل الاماكن اللي فيها وحيد، اللي هي زي ده عندك هنا 4 وحايد. عشان تجيب البرودكت اوف سام بتجيب الاماكن اللي فيها اصفار، بعد كده هتختصره عن طريق كرف ماب ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. فهنبدأ هنجيب الكرف ماب ده، البرنامج كرف ماب هتلاقيه في فيديو، هتلاقيه تحت الفيديو لينك، فيديو هتلاقيه تحت الفيديو ان شاء الله عشان ازاي تستخدمه. الاول احنا عندنا اللي قدامنا دي فيها 3 متغيرات، احنا هندخل اماكن الوحايد فيها. الوحايد عندنا في المكان رقم 3 و5 و6 و7، هندخل -1 اساس ان احنا خلصنا. بعد كده مفيش منتجير، عايزين الاول هنجيب السم اوف برودكت. السم اوف برودكت بالنسبه لنا بي سي زائد اي سي زائد اي بي، اللي هو احنا عندنا لو اللي هو لو هنخت... لو هنشغل على اللي معانا هنا، الاي مكان الاكس والبي مكان الواي والزت مكانها السي. يعني اكس زت زائد اكس واي زائد اكس زد زائد اكس زائد واي زد، يعني كل 2 مع بعض. فنقول هنا هنكتب علامة الصم. اول هنجيب الاكويشن هنا، ادي الصم، اكس واي زائد واي اكس زد زائد واي زد. ده الجزء الاول اللي احنا عايزين نجيب السم اوف برودكت. عشان نجيب برودكت اوف سم نفس الاسلوب هنشغلها، عندنا 3 متغيرات، اماكن الوحايد في 3 5 6 و7، مفيش دونت كير. برودكت اوف سم، برودكت اوف سم بي زائد سي دوت اي زائد سي دوت اي زائد بي، اكتبه هنا برودكت اوف سم اف يساوي علامة البرودكت اكس زائد واي دوت اكس زائد زد دوت واي زائد زد. كده احنا كتبنا، ونكتب هنا اف برضه. كده احنا جبنا البرودكت سم اوف برودكت برودكت اوف سم. الخطوه الجايه ان احنا نرسمهم على اللوجيك وورك. نفتح لوجيك وورك، نعمل نيو وورك، ده البرنامج. هنبدأ شغل. احنا عندنا في 3، لو هنبدأ بالسم اوف برودكت، عندنا الأول 2 اور و3 اند. هنيجي هنا هندخل الـ2 اور في الأول، ثلاثة اند، ولاحظ وانا بدخلهم ان انا عامل حسابي انا هحط الحاجات فين. يعني انا مثلا الاور اللي في الاخر دي هتتوصل اساسا باختها التانية، فانا حطيتها قدامها شوية عشان اعرف اوصلها.
هتتوصل مثلا باند دي، والاتنين دول هتوصلوا ببعض. لو مش عارف ليه شوف الفيديو الاولاني. وهنعمل هنا على طول باينري بروب عشان ياخد الناتج. ناخد 3 باينري سويتش، ادي واحد للاكس واحد للواي واحد للزد. نيجي هنا نكتب عند كل واحد فيه هو بيعمل ايه. زد اكس واي زد، ونخلي دي اف. كده بقى عندنا الحاجات الأساسية. نوصل ده الأولاني فيه اكس واي، ادي اكس وادي واي. ونبعد السلك شوية. التاني فيه اكس وزد، ادي زد. والتالت فيه واي وزت، ادي واي. وادي زت. كده احنا وصلنا الدايرة. ادي زت متوصل باتنين، واي متوصل باتنين، اكس متوصل باتنين، توصلة ثانية. وادي اف. كده احنا وصلنا الرسمة الأولى. هنعمل الرسمة التانية معاها. الرسمة التانية هتكون هي الاختلاف الوحيد ان احنا نحول كل اند لأور وكل اور لاند. فهنيجي هنا دي بدل ما هي اور هنعملها ديليت، ونيجي هنا دي كانت اند هنعملها ديليت، ونيجي هنا عند الاور نوصلها زي ما هي. توصيلات داخلة بالظبط يعني ما شاء الله. بس هو المفروض كنا نجيب انت خلي نشيل دي، نجيب اند نحطها نازلة بالمسطرة ما شاء الله. دي اند، وتشيل دي برضو، نجيب اند مكانها ونشيل دول، نجيب اور ونشيل دي، نجيب اور. وصلت سليمة كده. دي المسألة قصادك انت كان فيها ممكن تعمل تجرب تكبيرها كده. هذه الرسمة تاني كفاية كده. كده دي معاك الرسمتين، ممكن ترجع دي زي ما كانت. المهم بعد كده انت ممكن بقى تجرب القيم براحتك، تشوف القيم هتمشي معاك ازاي. يعني تجرب هنا اكس واي، تشوف زي المسألة الأولى وتجرب القيم وتشوف هتمشي معاك ولا. وكده خلصت المسألة التانية. استنى انت هترجع دي زي ما كانت يعني. الحمد لله رب العالمين.